الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرسول الأعظم صلى الله عليه واله في اخر هذه الرواية يذكر بعض الفضائل التي اختص بها دون سائر الأنبياء لأن اليهود قالوا بأن للأنبياء السابقين عليك فضائل ومناقب ليست فيك فأفحمهم رسول الله صلى الله عليه واله بحجج ذكرها من التوراه فاقنعهم وامنوا واسلموا بعد ذلك يقول من مختصاتي ان الله عز وجل وملائكته يصلون علي معنى الصلاه في اللغه وقد اشرنا على هذا البحث سابقا الصلاة بمعنى العطف يصلون يعني يعطفون علي عطف الله على رسوله رحمته عليه وعطف الملائكة على الرسول الدعاء له الله لا يدعو لرسوله لا معنى لأنه هو المدعو لا الداعي فرحمة الله صلاته ورحمة وصلاة الملائكة دعاؤهم لرسول الله وصلاتنا للرسول صلى الله عليه وآله أيضا دعاء له هذا بالنسبة أن الله أمر ملائكته وأمر الناس أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن المختصات أيضا ان الله جعل قلب رسوله قلبا رحيما حريصا على المؤمنين كما في الايه المباركه الرسول صلى الله عليه واله يهتم لشؤون المؤمنين اهتمام بالغ اذا واحد في عزاءه أنت تروح تواسيه أنت مو صاحب المصيبة ولكن تروح تواسيه ولكن إن كنت صاحب المصيبة فتقول أنا مشترك معك في المصيبة حقيقة قد هذا عندما تواسي مع أنك قد تكون بعيد عنه ما لك صلة قرابة ولكن تشوف هذا اللي يجي يواسيك هو صاحب المصيبه كانما هكذا يبكي بكاء الثكلة ترتاح كثيرا اذا واحد في بلاء انا في بلاء انت تجي تساعدني في محنتي تتاثر بمحنتي هذا في النوع من المحبه والعلقه القلبيه بيني وبينك الله عز وجل في الكتاب يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم حري عزيز عليهما عنتم الكلفة التي تقعون فيها المشكلة عزيز صعب على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرى مؤمنا في مشقة وفي كلفة وعناء حقيقة صعب عليه ما يتحمل يتأذى مو في الروايات المختلفة سلام روايات متعدده موجوده بان امير المؤمنين سلام الله عليه عده روايات مضمون الروايه انا لنفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم في اوصاف الامام اذا واحد يشوف تلك الروايه التي ذكرت في اوصاف الامام عن الامام الرضا سلام الله عليه الام البره بالولد الرضيع او الصغير مثل الام البرة مثل الاخ الشقيق الامام هكذا يهتم لشؤون رعيته نمرض لمرضكم يعني حقيقه الامام يرى انه يتالم ان مرض فلان وان ابتلي فلان ويدعو الله ويطلب من الله عز وجل ان يرفع همومه ويكشف كروبه ومشاكله هذه النقطه مهمة وميزة مهمة في رسول الله صلى الله عليه واله انه يرى نفسه صاحب المصيبة في مصائب المؤمنين. النقطة الثالثة التي يشيرها رسول الله في هذه الرواية قضية النجوى بأن الاستشارة مع رسول الله صلى الله عليه واله ان يدفع الانسان الصدقة هذه لم تكن في الانبياء السابقين وكانت لي وبعد ذلك الله عز وجل رأفة ورحمة بالمؤمنين نسخ هذا الحكم. وهذا تمام الكلام في الرواية التي كنا فيها أما الرواية الأخرى فهي مروية عن ثوبان ثوبان ابن بجدود هذا كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله في أحد الحروب أسرة وكان عند رسول الله وآمن وبعد ذلك رسول الله أعتقه وخيره بين الرجوع إلى بلده الى مدينته او البقاء معه فبقي مع رسول الله فاصبح مولى لرسول الله خادم وكان ملاصق لرسول الله وبعد استشهاد الرسول صلى الله عليه واله هاجر الى مصر خرج من المدينه لم يتحمل البقاء في المدينه وفي روايه في بعض الروايات في تفسير الطبرسي في البحار الانوار انه كان رجلا محبا لاهل البيت سلام الله عليهم وكان محبا للرسول الاعظم صلى الله عليه واله, وآله فهذه الروايه ينقلها محب درجه انه ذات مره راه رسول الله صلى الله عليه واله وهو قد اصفر وجهه لون وجهه فساله رسول الله ما بك؟ قال لست بمريض ولكن انا منذ فتره افكر اذا في يوم القيامه انا رحت الى جهنم فما اقدر اشوفك فهل يمكن ان لا اراك يوما اذا في او دخلت الجنة ان شاء الله ولكن انا في رتبة متدنية في الجنة بالنسبة الى رتبتك يا رسول الله فهل يمكن ان لا اراك؟ فنزلت هذه الايه في قضية ثوبان الايه ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين مع الذين ان تكون مطيع لله وللرسول فتكون مع رسوله في الجنة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم في نفس المرتبة بلطف الله عز وجل فيمكن أن يرى سماء رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم فارتاح ثوبان بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وآله لا بأس بالذكر هذه القضية أيضا ذات مرة قال بالنسبة من يتكفل لي ان لا يسال احدا ضمنت له الجنه. احدى المشاكل اللي نمر بها، الكل يمرون بها، التوقع. واحد يتوقع من الاخرين يامرهم فما يستجيبون فيزعل. وتحصل الفرقه والمشاكل العائليه الكثيره. واحد يعود نفسه ان لا يسال احدا ابدا اصلا. رسول الله في هذه الرواية طبعا هذه الرواية في كتبهم قال من تكفل أن لا يسأل أحدا حاجة ضمنت له الجنة فثوبان يقول أنا قلت أنا حاضر وبالفعل إلى آخر حياته أحد ما شاف اللي يسأل من الناس حاجة وهو على المركب يقع من يده الصوت على الجمل مثلا على الناقة برك الناقة شوي صعب يعني لو واحده بده يمشي اعطيني هذا الصوت من فضلك لا ما كان يقول ينزل من الناقه يشيل الصوت يركب الناقه يستمر في الطريق الى هذه المرحله طبعا هو كان محبا للرسول الله صلى الله عليه واله وذات يوم في روايه ايضا هذه مرويه في كتاب البحار ان يقول ان في قلبي هو ثوبان يقول لرسول الله ان في قلبي طبعا هذا الحقيقه هو يستانس الانسان بهكذا شخص ويسعى ان يتبعه ان يتخذه اسوه في هذه النقاط المشرقه يقول ان في قلبي من محبتك ما لو قطعت بالسيوف ونشرت بالمناشير وقرضت بالمقاريض واحرقت بالنيران، نشوف يعني الطرق المختلفة في تعذيب الإنسان، يقول في قلبي من محبتك أنه كل هذه الأمور تهون لا بأس. وطحنت بأرحاء الحجارة، كان أحب إلي كل هذه الأمور، وأسهل علي من أن أجد لك في قلبي غشاً أو غلاً أو بغضاً لأحد من أهل بيتك. شيء من الغش يعني كل هذه المشاكل تنزل علي ولكن ما دام قلبي مشحون بمحبه الرسول صلى الله عليه واله وبمحبه اهل بيته هو هذا انا حاضر اتحمل كل المصائب والمشاكل. ثوبان هو الراوي لهذه الروايه، الروايه روايه قد تحتاج الى نوع من التفسير. الروايه انه يهودي اتى الى رسول الله صلى الله عليه واله وساله يوم تبدل الارض غير الارض. شنو تصير؟ والسماوات يعني تتغير فأين الناس؟ الرسول صلى الله عليه واله يقول الناس في ظلمات قبل المحشر قبل المحشر في ظلمات، شنو هاي الظلمات؟ اذا الشمس كورت خلاص عندما تنطفئ الشمس وتتغير معالم الارض واحد يدخل في ظلمات انتهت واذا النجوم انكدرت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده نطوي السماء نجمعه مثل ما فتحنا نجمعه شنو شلون فتحه الله عز وجل شلون راح يجمعه هسه بعض المتجددين يقولون هذا الانفجار العظيم البينج بانج اللي هو حصل في البداية وانتشرت الذرات والغبار وكذا من ذاك الانفجار العظيم هو الانفجار العظيم يقولون هو بدء الخلق. فيعيده الله عز وجل، تنكمش الامور مره اخرى، بس هل هذا المقصود؟ مو في رواياتنا هكذا امر، ولكن ما ثبت في الروايات ما ثبت في الروايات ان هناك الظلمه التي تنتشر على سطح المعموره وتغير الارض. زين هذا اليهودي يقتنع بجواب رسول الله صلى الله عليه واله، فيسال الرسول صلى الله عليه واله ثانيا انه ما هو اول شيء ياكله اهل الجنه فالرسول صلى الله عليه واله يقول كبد الحوت كبد الحوت شنو الخصوصيه في كبد الحوت؟ وبعد ذلك كبد الثور شنو الخصوصيه في كبد الثور؟ أنه واحد في الجنه اول طعام المؤمنين هذا واول شرابهم السلسبيل اللي السلسبيل عين ذكرنا سابقا روايه انها ترتبط بامير المؤمنين سلام الله عليه ف الشراب من سلسبيل من يد امير المؤمنين مقابل الكوثر اللي كوثر هذا لرسول الله نهر لرسول الله صلى الله عليه واله السلسبيل نهر او عين لامير المؤمنين بعد ذلك امير المؤمنين يكون الساقية كوثر ايضا فاذا شنو الخصوصيه؟ اكو خصوصيه لا نعلمها وليست مذكورة في الروايات عندنا هسه البعض كانوا يريدون يفسرون تفسير أنه كبد الحوت يعني الدخول في بحار معرفة الله مثلا لأن الحوت هو في البحر فهكذا وكبد الثور لأن الثور يحرث الأرض فواحد كأنما هكذا علومه مثلا من باطن الواقع تخرج إلى ظاهره هاي تفاسير ما أنزل الله بها من سلطان تحتاج الى شواهد رواية هو هالمقدار كانما هذا كان في كتبهم السابقه لذلك اليهودي يقبلوا ذلك بان اول طعام اهل الجنه الحوت كبد الحوت طبعا بعد ذلك يسالوا بانه لما يكون الشبه بين الطفل تاره بامه وتاره بابيه الرسول صلى الله عليه واله يبين ذلك يقول قد يغلب ماء الرجل فيكون الشبه بالأب وقد يغلب ماء المرأة فيكون الشبه بالأم هسه هذا به تفاسير متعددة سابقا في بحث يمكن ذكرنا بعض الكلام في هذا الميدان ما المقصود بالغلبة في كل خلية من خلايا الإنسان 23 كروموزوم فيجتمعان الخليتان خليه الرجل وخليه المراه بويضه المراه فتصير 46 كروموزوم والجين واحد في كل خليه هو الجين الذي يرتبط بالذكوريه او الانوثيه فان غلب هذا على ذاك فيكون ذكرا او انثى هذا تفصيله بعض العلماء بعض محققين في هذا الميدان لهم تحق... تحقيقات علمية بنوا بالفعل غلبة ما أحدهما على الآخر هذا مما يؤثر في أن ال... يكون الطفل ذكرا أو أنثى ويؤثر في الشبه طبعا كل كروموزوم له خصوصية يعني لون العين يرتبط بكروموزوم خاص طول الشعر يرتبط بكروموزوم خاص لون البدن وهكذا إحدى الكروموزومات التي ترتبط ب جنسية الرجل جنسية الطفل أن يكون ذكرا أو أنثى المهم أن هذا هو الذي في عديد من رواياتنا غلبته ما أحدهما على الآخر حتى أن عبد الله بن سلام اليهودي اللي ذكرناه قبل أيام أن آمن برسول الله يجي يسال رسول الله نفس المساله الرسول يجيبه بهذا الجواب فيؤمن رسول الله وكان كبير اليهود وعالمهم وكان متخوفا بان اليهود مثل ما الان راسا اذا واحد كذا يكفروه او يفسقوه كان خائف مجموعه من اليهود بعد ان امن اتوا الى رسول الله فساله فسالهم رسول الله او اصحاب رسول الله أنه ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا قالوا هذا آمن برسول الله عبد الله إجا قال إيه أنا آمنت برسول الله قالوا بل شرنا وابن شرنا تغيرت المعادلة ليش لأن الحب والبغض ما يرتبط به كثير من الأحيان بالحق والباطل يرتبط بالتعصبات وبالحميات لاحظوا الكتاب ثم إن الله عز وجل صلى علي في كتابه العزيز قال قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طبعا هنا ملاحظة لا بأس أن نذكرها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم المخالفون اسقطوا واله واضافوا وسلم، عموما في رواياتنا صلى الله عليه واله. في بعض الروايات اكو وسلم، هسه من اضافه النساخ او من الامام لا مانع من ذلك. ولكن هم لاسقاط كلمه واله اضافوا كلمه وسلم حسب تحقيق بعض المحققين من اهل الخبره. مع ان هذه الايه لا تقول بان الله عز وجل سلم على رسوله. ان الله صلى وقلنا بان الصلاه بمعنى العطف. ومعنى الرحمه الالهيه ان الله وملائكته يصلون على النبي اما انتم فصلوا عليه وسلموا تسليما سلموا يعني سلام او لا تسليم محض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا التسليم المحض يعني اي شيء اللي يختاره رسول الله انا حاضر مو انه السلام فاضاف المخالفون حسب هذا التحقيق والعلم عند الله بدل وآله كلمة وسلم فقالوا صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة البتراء ثم وصفني الله عز وجل بالرأفة والرحمة وذكر هذه خصوصية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وفضيلة أخرى لرسول الله وذكر في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني المشقة والشدة، العنت يعني الشدة والمشقة، يعني ان وقعتوا في مشقة وشدة فيتأذى رسول الله بأذيتكم، كما ذكرنا عن امير المؤمنين سلام الله عليه نفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة والرحمة صفات رسول الله صلى الله عليه واله للمؤمنين لذلك لم يدع عليهم مع انه بكثره ما اذوه طبعا المشركين اذوه والمنافقون اذوه و يعني من ضعف ايمانه اذوا رسول الله صلى الله عليه واله مع ذلك لم يدع عليهم من رأفته ورحمته اما مثلا لاحظوا النبي موسى على نبينا وآله وعليه عليه السلام على عظمته وهو من اولي العزم ولكن هناك بون شاسع بين رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي موسى رسول الله نبي الرحمة والنبي موسى غضب لله طبعا عندما دعا على ابن خالته قارون عندما دعا عليه فخسفت خسفت الأرض به وبداره سبعين مرة يدعو عليه اللهم لعنه أو عذبه فكان ينزل ينزل وهو يلتمس النبي موسى سلام الله عليه ان يتركه لم يستجب غضب النبي موسى كان لله عز وجل ولكن رحمه الله سبقت غضبه وعذابه ففي الروايه ان الله عز وجل في الحديث القدسي لو سالني قارون لرفعت عنه العذاب بالمؤمنين رؤوف الرحيم النبي موسى فوكزه موسى فقضى عليه طبعا ذاك كان يستحق القبطي كان يستحق القتل فقتله موسى بوكس ضربه شاف هناك بين مؤمن وقبطي كافر من جماعه فرعون مشاحنه كلامه اجى ضربه بوكس فوقع قوي كان موسى والرسول صلى الله عليه واله اقوى من موسى في كل الحروب الرسول صلى الله عليه واله لم يقتل الا نفران فقط كان يدافع دائما يزيحهم ليش؟ لانه هو بعث رحمه للعالمين فاللي رحمة للعالمين بعثة وطبعا هذه ميزة خاصة لخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وأنزل الله تعالى أن لا يكلموني حتى يتصدقوا بصدقة هذه من مختصات الرسول وما كان ذلك لنبي قط قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم وضعها عنهم وبينا حكمة النسخ في ذلك في البحث السابق بعد أن افترضها عليهم برحمته ومنه مو أن المصلحة لم تكن يعني انتهت المصلحة وإنما المصلحة الأخرى الأهم بأن المؤمنين يرتبطون برسول الله صلى الله عليه وآله مو أنهم ينكفون عنه ويبتعدوا عنه حتى لا يدفعون الصدقة وصارت فجرة أذنهم إلهم انه تحبون المال اكثر من حبكم باستشاره الرسول صلى الله عليه واله وفضيله لامير المؤمنين بانه هو الوحيد الذي عمل بهذه الايه قبل ان تنسخ وعن ثوبان ابن بجدد قال مولى رسول الله صلى الله عليه واله قال ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا محمد أسألك فتخبرني فركض ثوبان برجله ركض برجله يقولون ركض الفرسة يعني ضرب برجليه جانبي الفرس هذا يقولون فثوبان قاعد هذا اليهودي اجى وسمى الرسول صلى الله عليه واله باسمه فثوبان برجله كانما فد فالضربه بسيطه خفيفه لهذا اليهودي يعني انه تادب انت جاي واحد يمكن ان يروح عند ملك ظاهري ويخاطبه باسمه الصغير مثلا او يقول جلاله الملك لازم حتى لو ما يقبله بالنتيجه هنا انا محضر هذا الملك انت لازم تحترمه فركض رسول ثوبان برجله يعني ضربه في بسيطه اي ضربه برجله كما في الايه المباركه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يعني اضرب برجلك فانفتحت عين من الارض مغتسل وشراب هم تغتسل به هم تشرب منه فركض ثوبان برجله وقال قل يا رسول الله لا تنادي باسمه قل يا رسول الله فقال وهذا من رحمه رسول الله صلى الله عليه واله وتركه يتكلم على راحته فقال لا ادعوه الا بما سماه اهله عند الولاده شنو سموه نفس الاسم انا اذكره انا ما اقبل انه هو رسول فقال اليهودي: أرأيت قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل. شنو معنى تبدل؟ أين الناس يومئذ؟ لما تغيرت الناس وين؟ هاي الأرض صارت غير أرض. فأين الناس؟ فقال: في الظلمة دون المحشر. قبل محشر الناس، الناس في ظلمه اذا الشمس كورت اذا النجوم انكدرت يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده نرجع نرجع للحاله السابقه اللي كانت ففي ظلمه دون المحشر طبعا اكو روايات اخرى ايضا بالنسبه الى هذه الايه في بعض الروايات اكثر من روايه انه تبدل الارض غير الارض هذه الارض تصبح خبز 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 فالناس اللي واقفين في محشر ينتظرون حسابهم وجوعانين لانه طبيعه البشر الاكل اذا واحد ما ياكل يموت وراء فتره فياخذون باكله هذه الخبزه الكبيره في اكثر من روايه هكذا لاحظوا التفاصيل. طبعا في روايه عن علي بن ابراهيم عن الامام زين العابدين سلام الله عليه في حديث يصف المحشر الامام زين العابدين قال تبدل الأرض غير الأرض يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب يعني بعد الأرض تتغير بعد ما واحد يذنب على وجه هذه البسيطة هسه اختلاف الروايات هل هذا شنو الحكمة في اختلاف الروايات هذا فتبحث مفصل يمكن سابقا أشرنا إلى ابعاد من هذا البحث قد نشير اليه انه هل هذا بيان لمصادق او بيان بمقدار فهم الناس لانه واحد اي روايه غريبه يشوفها راسا يقول هاي اسرائيليه هاي روايه مكذوبه يعني شلون الارض تتبدل الى خبز معقوله طبعا معقول ومعقول معقول ان الله عز وجل مو قادر وقادر اهل المحشر ما يجوعون يجوعون مو اجى ذاك الرجل الى رسول الى يمكن الامام الباقر سلام الله عليه قال انا مستغرب من هذه الروايه، هذه الروايه سمعتها عنك وقمت اضحك كان من المخالفين. الناس في المحشر شنو يفكرون ببطونهم وبجوعهم، واحد هناك دايخ ينتظر الحساب والكتاب، شنو يجي ياكل؟ فالامام اجابه قال هل الناس في المحشر منشغلون اكثر من جهنم؟ ام في جهنم انشغالهم اكثر من المحشر؟ في جهنم عذاب ونار ملائكة العذاب اللي يعذبوهم قال طبعا في جهنم أكثر ابتلاء وانشغالا عن أنفسهم فقال كيف في جهنم يأكلون ويشربون الحميم ويأكلون الزقوم بنص الآية القرآنية هناك يحتاجون إلى الأكل والشرب ففي المحشر ما يحتاجون طبعا هناك ما يحتاجون فواحد كيف يمكن أن يجمع هذه الروايات تفاصيل مختلفة بطون متعددة تأويلات مختلفة مو أنه رأسا أي رواية غريبة شاف ينكرها ما لها معنى هنا الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تبدل الأرض الظلمة الناس في ظلمة قبل المحشر فقال فما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوها أول ما يأكل قال كبد الحوت هذا اليهودي يقبل كانما في الكتب السابقه التي كانت عندهم ايضا هذا مذكور فلذلك لا يكذب رسول الله صلى الله عليه واله بذلك تعبدا نحن نقبله احنا اخوان ندري خصوصيات الجنه والنار الا بمقدار ما ثبت اصل الحساب والعقاب هذا ثابت عقلا اما تفاصيله فنرجع الى الشرع وتفاصيله مو من اصول العقيده اللي نحتاج فيها الى روايه متواتره او ادله قطعيه تفاصيل الجنه والجحيم والحساب والكتاب يكفينا روايه واحده في بيان هذا التفصيل ان كانت روايه معتبره وان لم تكن روايه معتبره على نحو الاحتمال واحد يقول هكذا روايه وردت ويكفينا التسامح في ادله السنن طبعا مع بحث في هذا المجال قال فما طعامهم على اثر ذلك بعد كبد الحوت قال كبد الثور قال فما شرابهم على اثر ذلك قال السلسبيل قال صدقت أفلا أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي هل مقطع من الرواية متواترة تقريبا أنا شفت يمكن في عشر روايات في هذا السؤال أنه يسأل الرسول عن وجه الشبه والإجابة كلها نفس الإجابة قال وما هو قال عن شبه الولد أباه وأمه قال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشبه هذه نسخة البحار أولى من هذا كلمة كأنما هنا زيادة في نسخة البحار اللي البحار ينقل عن الاحتجاج أيضا إذا في هذه النسخة أكو كلمة زيادة يعني هذه الكلمة تخل بالمعنى فإحنا نذكر نسخة البحار ومن قبل ذلك يكون الشبه، يعني من علو ماء احدهما يكون الشبه بالاب. واذا على ماء المراه ماء الرجل خرج الولد انثى باذن الله عز وجل ومن قبل ذلك، يعني من جهه ذلك من علو مائها على مائه ومن قبل ذلك يكون الشبه بالام. طبعا بروفيسور مصري اسمه سعيد حافظ او سعد حافظ هذا له تقرير مفصل علمي بما يثبته بالعلم الحديث ان هذا مطابق للواقع الخارجي انه كيف يمكن ان يت... الان هم يمكن ببعض الاكلات الخاصه او بعض الابر يقوون الرجل على ان يكون ولده مثلا ابنه ولدا او او يولد له انثى فإلا فالتفصيل التفصيل المفصل مو محل بيان هنا أنا طلعت التقرير مفصلا هو كتاب مؤلف في هذا الميدان رسالة مفصلة أنا طلعت خلاصة هذا الكتاب أو هذه الرسالة فمفصل جايب خصوصياته الجينات وكيف يمكن أن يغلب الجين على جين وكيف يمكن أن يؤثر فلمن أحب أن يراجع حتى لو العلم الحديث لم يصل إلى هذا إذا هي رواية متواترة فنقبلها تعبدا ثم قال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده ما كان عندي مما سألتني عنه إن هذا العلم اللي ذكرت لك حتى أنبأنيه الله عز وجل في مجلسي هذا على لسان أخي جبرائيل يعني كأنما نزل علي جبرائيل الآن وكان يجيبني وأنت تسأل فيجيبني في يقول لي وأجيبك لأن الرسول صلى الله عليه وآله كل ما له من الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين